الشباب هم أمل الأمة وسر نهضتها ورقيها، فبهم يرسم مستقبل البلد وتصنع لبناته للتغيير نحو الأفضل. فدائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح بسيئون أقامت أمسية عيدية احتفاء بعيد الفطر المبارك، وهي تأتي ضمن الأنشطة الطلابية لبناء وعي الطلاب وإدراكهم بالقضايا الوطنية والعربية. طبعا هذه الأمسية التي أقامتها دارة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح، والتي تهدف على الاهتمام بفئة شريحة الشباب، هذه الشريحة المهمة في المجتمع التي من خلالها تركزت هذه الفعالية على اكتسابهم المهارات والمعرفة والقدرات التي تمكنهم من أن يكونوا نافعين في مجتمعهم ووطنهم، وأيضا من أجل أن يوجد هناك شباب ذا وعي ثقافي وسياسي. نحرص كثيرا على تنميتهم على توجيههم. تهتم دائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح بطلابها من خلال تنظيم مجموعة من الدورات العلمية في مختلف التخصصات العلمية، والتي تساعد على بناء وعيهم وتنمي من قدراتهم وترفع من مهاراتهم ليكونوا قادرين على تحقيق مراكز متقدمة في مجالهم العلمي، إضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة المصاحبة في المجال الثقافي والرياضي وغيرها من المجالات المختلفة. طبعا نحن في التجمع اليمني للإصلاح دائرة الطلاب بمديرية سيئون أقمنا العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية التي يعود دورها على الطلاب وعلى فئة الشباب، لما لها من أثر عظيم في شريعة الشباب، لأن الشباب هم عماد هذه الأمة وقوامها، والشباب دائما هم يكونون هذه اللبنة لصناعة المجتمع الواعد. طبعا هذا الإصلاح يؤهل الطلاب لبناء المجتمعات من خلال الدورات التعليمية والثقافية، وتبني قدرات الشباب لبناء مجتمعاتهم ونفعهم من خلال الدورات. شهر السعادة ونعمك شهر ما له مثال به عاشت. تمثل هذه الأمسيات فرصة للطلاب للتواصل والتفاعل مع بعضهم لتبادل الخبرات والأفكار، إضافة إلى تعزيز روح المجتمع والتواصل بين أفراده. فالإصلاح يسعى من خلال دوائره المختلفة إلى لم شمل المجتمع وتحصينه من الأفكار الهدامة والمسيئة التي تحاول قوى الشر إلى تفكيكه وتصدعه، لمحاولة احتواء أفكارها الهدامة ومشاريعها الدموية. فهمي برماده، قناة سهيل، سيئون.